اولا لما عملوا ريندرينج او جابوا الهومو اريكتوس او الحفريات بتاعته وابتدوا بالكمبيوتر يحاولوا يخلوه يعني يكسوه لحما، عملوا له ريندرينج بالكمبيوتر، طلع شكله مش بعيد عن الانسان قوي. ما تقوليش ان ده بين القرد وبين الانسان. النهارده على وجه الارض عايش اجناس من الاسكيمو وسكان استراليا الاصليين يكادوا يكونوا يعني شكلهم بالظبط زي الهومو اريكتوس والهومو سيبينز. فممكن دي تكون سلالات انحدر منها النهارده ناس اجناس موجوده بالفعل وعناصر من الانسان موجوده بالفعل. انا عايز اقول حاجه على فكره يا جماعه، احنا مش ضد التطور داخل النوع الواحد اطلاقا، بل بالعكس يمكن الدين عندنا بيقول لنا ان في تطور داخل النوع الواحد. حديث يعني احاديث كثيره على فكره في البخاري، خلق الله ادم 60 ذراعا في السماء وما زال الخلق ينقص الى اليوم. ونعلم ان كانت الاعمار طويله جدا في الاول، يعني سيدنا نوح عاش 950 سنه. اذا وارد ان يكون في نوع من انواع التطور داخل النوع الواحد، اما نوع يقفز الى نوع اخر هذا لا دليل عليه عند الداروينيين ونحن لا نقبله في حاله الانسان. وهقول لكم ليه في حاله الانسان خاصه. المشكله اللي حاصله هنا بقى دلوقتي اتزنق فيها المسيحيين واليهود خاصه. ليه؟ لان كتابهم بيذكر ان عمر الانسان على الارض 4-5 آلاف سنه. احنا او بالذات التوراه. فالتوراه دي يقول من 3000 سنه، حط عليهم 3000 تاني احنا بنتكلم في 7000 سنه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان من 1400 سنه. ارجع 600 سنه كمان سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. عندك قبليه ب 1000 سنه سيدنا موسى، قبليه ب 1000 سنه سيدنا ابراهيم، قبليه ب 1000 سنه سيدنا نوح، وسيدنا نوح عاش 1000 سنه اهو. وارجع كمان 1000 2000 3000 كام سنه لغايه سيدنا ادم. نتكلم في 10000 سنه، 20000 سنه. لكن هم عندهم حفريات لإنسان من 2 مليون سنة. فاليهود والمسيحيين مزنوقين فيها دي، ودي أدت بكتير جدا من الناس تخرج من الدين. ويمكن دكتور عمرو هيتكلم في الحتة دي، لأنه لا ما هم عندهم مزنوق. احنا عندنا ما فيش حاجة تقول لنا كم سنة. سيدنا آدم ممكن يكون من 2 مليون سنة، ولكن عندنا آية أخرى تخرجنا وتحل المشكلة دي. اللي هي في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى بيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هي الملائكة بتعرف الغيب، يعرفوا إزاي إن حد هيجي يسفك الدماء ويفسد في الأرض؟ يبقى لازم يكون في حاجة عايشة على الأرض كانت قبل كده سفكت الدماء وأفسدت في الأرض. فنبص نلاقي التفاسير كلها تقول إيه؟ الجن كانت تسكن الأرض فأفسدت وسفكت الدماء وحربت بعضها. هو الجن عندها دم؟ الجن مخلوقات من النار. الله أعلم عندها دم ما عندهاش دم، لكن اللي بنقوله إن قد يكون هناك مخلوقات أخرى كانت تعيش على الأرض فأفسدت وسفكت الدماء. وقد تكون هي الهومو سيبينز والهومو اريكتوس، ولكن الانسان اللي احنا بنؤمن احنا من سلاله مين؟ ادم اول البشر العاقل. يعني اذا كان في قبل كده مخلوقات على شكل انسان لكنها ليست انسان، اول انسان هو ادم، خلق بيدي الله خلق مباشر. اما ان كان في مخلوقات قبل ذلك كانت تشبه الانسان في التكوين او غيره ما فيش مشاكل عندنا، ما عندناش مشاكل. وهذا الكلام بقى من دار الافتاء، يعني برضو ايه عشان تبقوا عارفين انا تحققت من هذا الكلام ان ده الاجابه اللي كنت بجاوبها على الناس الملحدين، وحبيت اتاكد من دار الافتاء المصريه وجاني الفتوى بان ما تقوله لا يخالف العقيده في شيء. طيب مشكلتنا معاه في امور ما فيش فيها عليها دليل، زي ما مساله الانتقاء الطبيعي انها تخلق صفات جديده في الانواع وقد تحول النوع الى نوع اخر. وهو في كتاب اصل الانواع ضرب مثل بالارانب، قال لك الارانب سريعه. ليه؟ لان الارانب لما وجدت في مناطق خطره ممكن تفترس فيها فنمت عندها
خصلت السرعه، احتاجت للسرعه فبقت الارانب كلها سريعه. مفيش دليل. طب نفترض ان كان في ارانب سريعه وارانب بطيئه من الاول، انا بقى بفترض بطريقه منطقيه انا كمان، ونتيجه الخطر الشديد، نتيجه الخطر الشديد افترست بالفعل واندثرت الارانب البطيئه، فلم تبقى الا الارانب السريعه. بالتناسل والتزاوج لم تبقى الارانب الا سريعه. يعني ليس هناك ما يمنع ان الارانب كانت بطيئه وسريعه من الاول، البطيئه افترست فخلاص انتهى الامر. لكن عمر الارنب، يعني انا بقول هنا الانتقاء الطبيعي ممكن يقوي صفه، يقويها، لكنه مش هيخلق صفه جديده، وفي نفس الوقت ايضا لن يحول النوع الى نوع اخر. الارنب بقى ارانب كلها سريعه، عمر الارانب ما هتطير وعمر الارانب ما هتبقى ثعالب. واذا كان دي هي النظريه بتاعته انها ممكن تتحول نتيجه الاحتياج، ده لا يوجد عليها دليل. يعني من ضمن اللي بيقول لك ان الغزلان الغزال، انا عايز الموضوع ده يتم بسرعه يا اخوانا، يا اما خلي الناس يوقفوا خلاص، يعني ما كفايه عبد الرحمن، خلاص كفايه مش عايزين تاني. طيب الغزلان لما وجدت في مناطق الاشجار فيها طويله جدا ومش طايله الاوراق، من كتر ما بتمد رقبتها بقت زراف. كلام مش معقول. الـ الاسماك بتاعت الانهار ليها جهاز تنفسي يختلف عن الاسماك بتاعت البحار. البحر مالح والانهار ميه حلوه، فالاسماك دي لما نزلت مع مصبات الانهار وقعت في البحر، بعضها مات والبعض التاني قدر يتحول جهازه التنفسي الى جهاز تنفسي، يعني حصل عنده نوع من التحولات والتشوهات، بس دي ادت الى وجود بعد كده اسماك تقدر تتنفس في البحار المالحه. يعني انا افهم، انا راجل مسافر مثلا السويد ولا الدنمارك، بلد برد، امي اللي بتحبني وهي بتجهز لي الشنطه هتحط لي برضه. مش معقول تقولي ان انا رحت بلبسي العادي بتاع مصر ده ومن كتر ما الدنيا برد طلع لي بلطو. مش ممكن الطبيعه هي اللي هتغير بهذا الشكل الساذج. ليه الله سبحانه وتعالى، ليه الخالق، اصل المشكله كلها ان هو مش قادرين يقبلوا وجود خالق. الخالق الذي خلق السمك في البحر والسمك في الانهار زود السمك في الانهار بما يناسب حياته في الانهار، وزود السمك في البحار بما يناسب حياته في البحار. زود الزرافة برقبة طويلة تلائم الطبيعة عندها، لكن لا، هو لازم كل حاجة تقوم طالعة من حاجة تانية.